لازم اتحول فرخه يا جماعه. انا دلوقتي بقيت فرخه. انا هبص على الفراخ اشوف الفرخه اللي مش بتبيض اكيد انت. في فرخه ايه اللي عندك؟ انت الفرخه اللي في الميه. براحتك بقى. لا 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 انت الفرخه دي. هي دي. لا 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 هي دي. اجري اجري. انت دي. ازيكم يا شباب؟ معاكم ابو علي في فيديو جديد. ايوه يا جماعه، فيديو ماين كرافت يا جماعه، تحدي الاستغمايه. هنلعب مع حماسي يا جماعه تحدي الاستغمايه. تقدر تتحول لاي حاجه، خروف، حمار، اي حاجه يا جماعه. وطبعا كل واحد فينا هيكون ليه 3 محاولات يا جماعه، والفوز من 3. هنشوف مين اللي هيكسب في التحدي ده. التحدي ده انا اللي جايبه، لان المره اللي فاتت لعبنا تحدي البناء وهو اللي كسبني يا جماعه لانه محترف بناء. تعال لي بقى في تحدي الاستغمايه نشوف مين اللي يعرف يتحول حمار. حمار. هلا والله حماسي، عامل ايه؟ جاهز للتحدي؟ طبعا جاهز يا ابو علي، شكلك متضايق مني من اخر تحدي لما فزت عليك. خلاص يا عم، عرفنا ورب النعمه ان انت فزت. بص انا في الاستخباء ماليش حق في الاستخباء. ايه انا قلت ايه؟ ما علينا. احنا يا جماعه نتحول لاي حاجه دلوقتي ونشوف مين اللي يعرف يمسك التاني. بص الفوز من 3، ماشي؟ دي قوانين التحدي. خلاص ماشي. شكلك برضه هتخسر يا ابو علي. انا شكلي اخسر؟ لا يا حبيبي، انا جاي وانا متحمس يا جماعه ان انا هفوز النهارده في التحدي. كله انزل اكتب في الكومنتات مين اللي يكسب التحدي، ابو علي ولا حماسي. بس قبل ما تشوف الفيديو يلا خلينا دلوقتي حماسي نلعب. بص التحدي والقوانين بتاعته، تعالى بس عشان ايه تكون عارف القوانين. تقدر تتحول لاي حاجه. بص يا جماعه، نقدر نتحول فراخ، حصنه، حمير، بقر، اي حاجه، خنازير، اي حاجه يا جماعه، جواميس، حتى لو في فيران يا جماعه كنا نقدر نتحول فيران. وعشان نكون متفقين يا حماسي، ان انا لو اتحولت وانت جيت مثلا تقول ان الحصان ده هو ابو علي، هو ليك مرتين. لو ما طلعتش انا الحصان يبقى ليك مره كمان. لو غلطت يبقى انا كده كسبت المرحله. ماشي ماشي يا ابو علي، موافق. خلاص يا جماعه كده انتوا عرفتوا قوانين التحدي. ثواني بس، سؤال يا ابو علي، انت تعرف تتحول فرخه اصلا؟ انا اتحول. تعرف تعمل ان انت فرخه؟ اه. هتعرف تعيش الدور؟ اه اعرف اعيش الدور. مالها يعني الفرخه ايه دورها غير ان هي بتتحول وبتبيض؟ ايه يعني؟ بس انا ابيض ابيض. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ يلا بص جاهز، انا اللي هتحول الاول يا جماعه لان انا صاحب التحدي. ماشي انا اللي هتحول الاول. يلا اطلع. طيب بعيد. اطلع يلا. بص اوعى تبص من اي شباك. ايه ده؟ اقف هنا. هو ايه اللي اقف بره؟ بره بعيد بعيد بعيد. امشي امشي 500 متر لقدام. امشي. هو واقف هنا يا عم. هتمشي والله اديك واحده بالسيف. امشي. خلينا يا جماعه اتحول دلوقتي. انا مش عارف اتحول ايه بالظبط، بس خلينا اتحول. خلينا اقفل المايك اول حاجه عشان ما يسمعنيش. قفلنا المايك يا جماعه. دلوقتي اتحول ايه؟ انا مش عارف اتحول ايه. اتحول ايه؟ في هنا خرفان، في هنا جواميس، في خنازير. اتحول ايه يا جماعه؟ اتحول ايه؟ اتحول ايه؟ والله يا جماعه احسن تحول ان انا اتحول فرخه، لان هو قال لي اتحول فرخه يا ابو علي. فانا لو اتحولت فرخه استحاله يشك ان انا اتحولت لازم اتحول فرخه يا جماعه. يا جماعه خلاص، هو القرار الاخير فرخه، لازم اتحول فرخه يا جماعه. انا دلوقتي بقيت فرخه. هو بس ادخل استخبى. ايوه افتحوا لي، انا صاحبتكم الفرخه الجديده. خليني بقى، بس انا مش هبيض. انتوا اللي بتبيضوا بس. خليني افتح المايك واقول لحماسي ان انا جاهز. خلاص يلا يا حماسي تعالى. يلا انا استخبيت خلاص. ماشي جاي لك يا ابو علي. خلينا في المايك. الحصان ده ليه بيبص لي؟ شكلك اتحولت خروف يا ابو علي. شكلك انت هنا. ابا ايه بقى ده؟ بس اقف ايه في وسط اصحابي هنا؟ الجو اخباره ايه؟ الجو جميل يا حبيبي. الحمد لله بعيد يا رب. الحمد لله بعيد يا رب. فين البيض اللي كان هنا؟ لا في بيض هنا، كان في بيض هنا، راح فين البيض اللي هنا؟ راح فين؟ ايوه ايوه انا خدته لما كنت هتحول فرخه، بس بعد كده غيرت رايي. انت هتتحول فرخه بما ان انا قلت لك تعرف تتحول فرخه، فانت اتحولت فرخه. انا بقى لازم اضرب. براحتك بقى عليك. براحتك. هو انت ليك محاولتين. انا هبص على الفراخ، انا هبص على الفراخ اشوف الفرخه اللي مش بتبيض اكيد انت. في فرخه اهي اللي عند الشباك. لا 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 استنى 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 استنى, استنى. أيوة ايه اللي تبص على الفراخ؟ الفرخه اللي مش بتبيض. انا الفرخه اللي مش بتبيض. ما انت اكيد مش هتبيض يا ابو علي. اسخره. طيب الفرخه اللي مش بتبيض. الفرخه دي غلبانه شكلها كده. طيب ماشي ندور. هو كلهم شبه بعض. في فرخه داخله في المايه ممكن تكون انت. بس استنى استنى. انت ضربت كده. انت ضربت كده. اول محاوله ناقص لك محاوله ثانيه بس عشان تكون فاهم. بص الحصانه اللي بتبص وراك. يعني ايه يعني انت بتشتتني يعني؟ عشان تكون فاهم بس. لا ما تقلقش يا معلم هجيبك يعني هجيب. بص طيب انا اكتشفت حاجه، ان في فراخ بتعمل جناحاتها وفي فرخه صامته. اكيد انت الفرخه الحزينه اللي ما بتعملش حاجه. لا يا عمي يا عمي انا الحصان اللي لوني ابيض في اسود هناك، انت ليه مش واخد بالك؟ الحصان الابيض في اسود.
يا ابو علي مش هتشتتني مش هتشتتني. بص انت فرخه من الفراخ دي. انا بص بقى زقهم كده عشان ايه اطلع لي بره. اطلع لي بره بس ما تستخباش جنب الحيطه. اطلع بره. ايوه كده. فراخ بقى بتطير وفي فراخ ما بتطيرش. بص يا ابو علي انت الفرخه دي يا ابو علي. اتكلم يا ابو علي يا ما خليك تبيض. الحمد لله مش شايفني مش شايف. انت الفرخه دي يا ابو علي. الحمد لله شايفك. انت الفرخه دي يا ابو علي. براحتك بقى عايز تضرب اضرب بس دي اخر محاوله. انت الفرخه اللي في الميه. براحتك بقى. لا 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 انت الفرخه دي هي دي. لا 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 اجري اجري. انت دي افشك يا ابو علي. لا 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 قولك 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 أرخى حزينة أوي. اضرب يلا خلص اضرب عشان ما تجيش فيا واكسب. لازم تموتني يا حبيبي. قوانين التحدي لازم تموتني. موتك؟ لا 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 خلاص انت طلعني من وسط الفراخ وخلاص. ما انا طلعتك يا معلم انت استخبيت. ما احنا ما كناش لسه حاطين القانون. ده قانون من الجيب ده ولا كده. يلا طلعني طلعني. طيب بص انت الفرخه دي. بس انا كسبت. انت كده قتلت فرختين ظلمه. بص بص شوف أه بس شوف كده خامه يا معلم كده خامه. استنى استنى. كسبت يا جماعه. ورايا يا معلم. يا سلام على الاحتراف يا جماعه. أه يا سلام. بس يا معلم انت كده بتخم يا ابو علي. لا يا حبيبي اخم ايه يا حبيبي ابو علي يا جماعه. تحاول انا طلعتك ورحت استخبيت فيهم تاني. كنت لسه ما حطيتش القانون بس انا بعد القانون خلاص يعني. القانون ايه يا معلم؟ خلاص ماليش دعوه انا كده. بص 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 ماشي. واحد صفر ماشي. انا كده واحد وانت زيرو ماشي؟ ماشي. يلا دورك يلا. دلوقتي انا هطلع وانت تستخبى ماشي؟ يلا ماشي. يلا بسرعه بس. ايه اللي بسرعه؟ انت واقف كده ليه؟ يا عم يعني مالكش نظره. روح يلا لا تلك نظره. ايه يلا ماشي خلاص خلاص انا همشي انا همشي. انت مش واثق فيا همشي اهو. اجيب لك كريمه اروح احط لك. يلا يلا يا جماعه عايزين نقف على المكان عالي عشان نشوف هو اتحول. ايوه اهلا يا خرفان. يلا ابو علي انا جاهز. خلاص اتحولت؟ اتحولت اه. ماشي يا حبيبي انا جاي لك دلوقتي. بص يا جماعه بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هو مبدئيا كده يا جماعه في فرخه عماله ايوه بس لا 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 الفرخه لما بتتحول ما بتعملش جناحاتها. لا 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 هو مش في الفرخه دي بتبص لي ليه؟ ابو علي ايه؟ استنى انا ليه ايه الاخبار؟ انا ليه محاولتين ليه محاولتين؟ طب يلا يلا بص بقى انا كده اعرف اجيبك. بص انا هفتح البوابه بتاعت الحيوانات والحصانه اللي هتطلع بره اكيد انت مش واحد منهم. لا 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 ممنوع ممنوع كده. انت شكرا على هذا الاستكشاف. انت بتخترق القوانين كده. لا 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 لازم اطلعك من وسطيهم. معقوله تحولت جاموسه؟ سهل عليك الموضوع يا ابو علي. سهل سهل عليا الموضوع. بس انا انا متحول حاجه باربع رجلين. حاجه باربع رجلين يبقى فرخه. حصان اربع رجول. حصان يا غبي حصان كده حصان. تصدق ان انت مفيش اصلا غير الفراخ اللي موجوده هي اللي برجلين كله باربع رجول. ماشي ما انا باربع رجول. ايوه انت كده دور بقى. انت كده سالت عليا. اسكت 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 يا تقول حاجه مفيده هتسكت خالص. ماكش بس دعوه بالحصان الاسود الغلبان ده. ايوه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت عرفت منين؟ ما انا شايف. طب استنى 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 اديني احتمالات. يعني بص دلوقتي انا واقف هنا اهو. انت في وشي ولا في ظهري؟ اي فينك؟ انا في وشك ولا في ظهرك؟ انا فوق راسك. مفيش حاجه فوق راسك. لا لا لازم سهل عليا سهل عليا. لونك ايه؟ لوني ايه؟ اقول لك انا واقف. لا 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 خلاص خلاص انا يعني ايوان مسكتك مسكتك. هو ده هو ده يا جماعه هو ده. وسعوا لي وسعوا لي يا خرفان وسعوا لي. هو اللي واقف جوه ده. وسعوا لي وسعوا لي. طب انا عايز اضرب الخروف ده اللي هو جوه ده. ايوه ايوه ده انت ده صح. انت عايز الله. انت يا معفن انت. واقسم بالله يا جماعه اقسم بالله ما اعرف هو متحول ايه. قسمت بالله ورب النعمه ذكائي الف ذكائي الف. انا هقول لكم ازاي جبته هعمل لكم ريبلاي. انا بصيت بص على الخروف بصيت بص على الخرفان لقيت في خروف واقف في الحيطه هنا. شوفوا واقف في الحيطه هنا كده وعامل دماغه ازاي من وسط الخرفان كده.
عامل دماغه عليا، وقسما بالله يا جماعة ما كنت أعرف مكانه. ذكائي ما شاء الله ألف ألف. عايش يا معلم، خلاص ما تقهرنيش يا معلم. أنا كده 2-0 ماشي، كسبتك مرة وكسبتك مرة تانية، كده أنا 2-0. ارفع مستواك شوية عشان تعرف تتحداني، لأن أنا لو كسبت مرة كمان أبقى 3-0 كده مفيش مستوى خالص. ماشي يا معلم. يلا يلا اطلع. لا 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 لا، بره 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 بره. مش شايف، انا مش شايف حاجات قدامي كتير. وايه اللي مش شايف؟ انا اجيب لك نظاره. اطلع بره، امشي بعيد. الله، بس استنى، انت مديني يا معفن، انت مديني سهم كده. انا لو تحاولت اي حاجه هيكون السهم فيا يا جماعه اتمسك كده. اما انا معلمك بيه بقى. معلمني والله لا اوريك. خليني افتح اشوف البتاع اللي بتاعه التحولات عشان اوريكم اتحول ايه. دلوقتي يا جماعه انا فاتح قائمه التحولات، لازم اتحول حاجه ما يتشكش فيها ابدا. ده يتشك فيه 1000. تحول حمار يا جماعه، تحول حمار. بس المشكله ما فيش حمير هنا. ثانيه، انا عندي ايه؟ خروف، خنزير، بقره، وحصان. اتحول ايه؟ اتحول ايه؟ اتحول ايه يا جماعه؟ والله محتار، والله محتار. خلاص يا جماعه انا قررت، انا هتحول جاموسه. ايوه لازم اكون جاموسه، لازم اكون جاموسه. قصدي يعني ان انا تكون جاموسه في الاخر. يلا يلا تحولنا جاموسه. اقفل اقفل. ايوه استنوني بقى افتح المايك وانادي حماسي. اجيلك اجيلك. خلاص يا حبيبي تعالى يلا. تحولت يعني؟ تحولت تحولت. انت متحول فرخه وجاي تدور عليا؟ ادي فرخه داخله لك، انا لسه ما جيتش. انت بتضحك عليا. خروف مكسوف جوه كده وحاطط وشه في الحيط. خلينا بقى نشوف الخروف المكسوف بقى. انت جاموسه ليه بتزقيني يا غبيه؟ زقك جاموسه. عمال اقول الذكاء 1000 الذكاء 1000، اقسم بالله غباء غباء. بص بص اديني بس محاولتين زياده اللي هو اقتل فيهم الجاموس. اقتل يا عم اقتل عشان تشوف يا جماعه ان انا مدلع حماسي ومدلعه. يلا. مشي مشي. استنى استنى استنى، انت طلبت ضربتين بالسيف. أيوة. انت لسه ما قتلتش حد، ما قتلتش حد، ما توب ما ماتوش. ماتوش ابو علي، انت شكلك جاموسه في دول. التحدي الصعب ده بقى نقعد رايحين جايين بقى على الجاموس. ابو علي انت دلوقتي شايفني ايه، بجنب ولا بوشي؟ ابو علي يعني انا مقفك دلوقتي. مش عايز استسلم يا ابو علي، بس التحدي صعب جدا بصراحه. بص انا ذكاء يا جماعه ذكاء. يا ابني يلا. قتلت 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 والله. انت قتلت صح صح. انا كسبت التحدي. لا انا قتلت 2، انت قلت هتزودهم لاربعه. كذاب كذاب، انا شايفك قتل 2 وقبلها 2، يبقى كده 4. انا اللي كسبت التحدي. لا 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 والله ما قتلتش، هو 2 بس. والله انت كذاب. اه والله. استنى ايه ده؟ هو انا اه صح، انا جيب مود عشان متحول، انا جيب مود. بس انا كده اللي كسبت التحدي يا حبيبي. كنت هنا يا ابو علي؟ ايوه انا كنت هنا، انت ما شفتنيش؟ عاش بجد، عشت عشت دور الجاموس. لا بس عاش قوي يا ابو علي. شفت شفت، ورب النعمه يا جماعه، انا ما اعرف اي حاجه من اللي حماسي كان متحول لها، ولا هو يعرف عني اي حاجه، بس عشان تعرفوا نسبه ذكائي، نسبه لا بس بس يا نوم بس يا نوم نوم نوم، مفيش مستوى، ارفع مستوى. طيب يا جماعه كده التحدي بتاعنا خلص، لو عجبكم التحدي لايك. طبعا يا جماعه المره اللي جايه هيكون تحدي وحماسي هو اللي هيختاره. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام سلام.